مدرسة الحياة اتعلمت حاجات كتير، شفت اللي عاش فقير وفي الآخر مات أمير، عشان كان عنده حلم بس شبه مستحيل قدر يحققه وما استسلمش للبديل. إحساس جميل لما توصل وتكسب، والناس بتكذب عشان توصل هتتعب، لازم تفضل صاحي لما تجيلك فرصة تركب، ما تخليش حد يقف في طريقك، هتسبق وتلحق واللي يحاول يشوشك ويشتتك عن اللي انت واثق ان في يوم هيسعدك ما تصدقوش، خليك قد كلمتك، مستقبلك جوه قلبك، ما تخليش حد يحبطك، ولو وقعت مرة حاول مرة كمان، عشان احنا في زمان الضعيف ملوش مكان، ركز يلا وانجز مفيش وقت للكلام، ده حتى الاكل ملوش طعم لو ما كنتش جعان. الحياة زي المدرسة وفيها كتير مدرسين، والباقي تلاميذ مش عاجبهم الروتين، اللي بقوا مهندسين واللي بقوا مجرمين، منهم الحقيقي والمزيف بوشين. والسؤال لو متابع الأغنية، انت شاري نفسك ولا بايع القضية؟ انت داري بنفسك ولا عايش للتسلية؟ ما انت عارف نفسك مش محتاج تحليل شخصية. اصحى الناس بتجري حوالينا، واحنا الوقت بيجري من ايدينا، ونسينا اللي حصل للي تاهوا قابلينا، بلاش نغلط زيهم ونفتح عينينا للي جاي علينا. مهما كان مدرسة الحياة وده معاد الامتحان، وزي ما واحد صاحبي قالها من زمان، الحقيقة مسيرها تبان وهنعرفها مع الأيام. Yeah.